بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجأة مظاهرات في ليبيا وعلى غفلة، وكمان الطلب المطلوب هناك من المتظاهرين طلب في منتهى الغرابة. الطلب مش هو ان هم يعني على الامور المعيشية، لكن الطلب ان كل المتصدرين للمشهد السياسي عليهم ان يغادروا مناصبهم، وعايزين انتخابات. طيب لما دول هيغادروا مناصبهم عايزين انتخابات هتحصل ازاي؟ وبعدين مين هو اللي في مصلحته ان الكل يغادر مناصبه؟ ما ليبيا زي ما انتم عارفين الغرب الليبي عامل مذكرات تفاهم مع الاتراك وبينهم معاهدات، والشرق الليبي تحت سيطرة روسيا بقيادة حفتر تحت في الشرق الليبي، زي ما انتم عارفين من ساعة ما حفتر غدر بالسيسي وغدر بحلف الامريكان من حوالي سنتين مثلا، ممكن اكتر شوية او اقل شوية. فطبعا كده امريكا ملهاش اي نفوذ في ليبيا، ايطاليا ملهاش اي نفوذ في ليبيا، فرنسا ملهاش اي نفوذ في ليبيا، مفيش حد ليه نفوذ في ليبيا غير هم اتنين، تركيا مع الغرب وروسيا مع الشرق، وفي تناغم بينهم. وزي ما قلت لكم قبل كده، عايز تشوف ان كل الموضوع ماشي تمثيليه، شوف اللي حصل في بني الوليد وكيف ان الفغنر الروسي بعد ما وقعوا في الفخ يخرجوا من مطار بني الوليد وما فيش اي مشاكل، يخرجوا يعني من منطقة بني الوليد، وبعد كده دول كان المفروض يتم اعتقالهم والمساومة عليهم، يعني يقولوا روسيا اخرجي من الشرق عشان نسيب لك الرجالة بتوعك او كده. ما حصلش الموضوع ده، لان الموضوع كله فيه تفاهم تركي وفيه تفاهم روسي مع بعضهم، والمقصود منه طرد النفوذ الغربي. الوقت اللي حاصل هو انه المظاهرات هناك بتطالب بماذا؟ بتطالب بكل المتصدر للمشهد كله يخرج من ايه؟ كله يخرج من الوظائف بتاعته. وزي ما قلت لكم المتصدر للمشهد يا اما ولاء تركي يا اما ولاء روسي، وامريكا طلعت من المولد بلا حمص. يعني مصلحة من في المركز الاول؟ ان المطلب ده في مصلحة من؟ في مصلحة الامريكان والفرنسيين والايطاليين. وبعدين خد بالك ده مش معناه ان الشعب الليبي شغال مع دول او كده، لا، بيتخدع زي ما كل شعوب العرب اتخدعت من قبل. وواضح ان المخابرات الامريكية عاملة شغل جامد، والوقت بدأ كمان موقف فتحي بشغى يتضح. يعني الوقت فهمنا الرجل ده انقلب على غفلة ليه، وانا هقول لك تفاصيل كبيرة. وخد بالك الموضوع ده مربوط بالصراع الاوكراني ومربوط بنشر الصواريخ في صواريخ روسية في بيلاروسيا قادرة على حمل رؤوس نووية، او هي بالفعل رؤوس نووية، وتصريحات الرئيس البيلاروسي. الموضوع ماسك في بعضه ماسكة جامدة، فتصبر علي عشان اشرح لك نقطة نقطة، واشرح لك جزء من التاريخ صغير عشان تفهم الاحداث. فخليك معايا واوعى تنام مني. الكل يتآمر علي، من فضلك اقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا. الخلاصة عايزين يغلقوا الحرب الاوكرانية او يجمدوها او يبردوها او يهدوا الاجواء هناك او يقضوا عليها تماما، ومن ناحية تانية عايزين يفتحوا بقى الجبهة في ليبيا، عشان مش هيضربوا ليبيا بس بقى، ده عايزين يضربوا ليبيا والجزائر، وعايزين يضربوا الفغنر الروسي كمان في الشرق الليبي، وعايزين يخشوا في معركة مع الروس في الشرق المتوسط، وعايزين يعملوا حاجات كتير. عشان كده تلاقي امريكا تمركزت بقوة كبيرة جدا في بحر ايجا. اوعى حد يقول لك ان التسليح بتاع بحر ايجا ده هو تسليح يوناني وخلاص على كده، امريكا هي اللي عاملة كل حاجة. الاسم لليونان ولكن الفعل والحقيقة هي للامريكان هناك. عايزك تلاحظ مسألتين في منتهى الاهمية، مسألة حالية شغالة قدام عينك ومسألة سابقة هتجيلك من التاريخ. ايه هي السابقة؟ السابقة يا سيدي انه بعد ما قتلوا القذافي جه الغرب مقدرش يحتل ليبيا، ما كانش عايز يحتل ليبيا، لان كان في خلاف فرنسي ايطالي امريكي على الغنيمة، وخايفين يغدروا ببعضيهم، وكانت في مشاكل، وده اللي خلاهم ما دخلوش، قسموا ليبيا ومزقوها. لان انتوا عارفين الفترة دي كانت قبل فشل الانقلاب العسكري التركي ببضع سنين، وكان ممكن سهل جدا على الغرب لو ان هو تفاهم كان ممكن يخش يمزق ليبيا كلها ممزق،
ولكن الخلافات اللي بينهم حالت دون هذا الأمر. هتعرف فايدة الكلام ده الوقتي، بس خليك معايا. فضل الغرب مختلف في ليبيا، اللي هم بريطانيا، اللي هم فرنسا، وطبعا بريطانيا دي مع أمريكا على طول، فرنسا وإيطاليا وأمريكا فضلوا مختلفين على نهب الثروة الليبية، ولكن ده كان الخلاف الأصغر. الخلاف الأكبر هو التموقع العسكري بقى في ليبيا، اللي ممكن يخلي أمريكا تغتصب المستعمرات الفرنسية القديمة داخل إفريقيا، وفرنسا طبعا ما تثقش في حد. وديكم شفتوا لما الروس تمكنوا من الشرق الليبي إيه اللي حصل، خربوا المستعمرات الفرنسية وأخذوا جزء منها وعملين ياخدوا الباقي، والحبل على الجرار زي ما بيقولوا. فخلاصة النقطة دي يا جماعة، الخلاف بين الذئاب المسعورة دي هو اللي خلاهم ما يقسموش ليبيا، وهو اللي خلاهم واقفين محتارين وكده. ومرت الايام يا ابو الابطال، وهم متهيأ لهم ان هم ماسكين خيوط اللعبة من الالف الى الياء وكده، لحد ما جه الانقلاب العسكري في تركيا وفشل في 2016. وبعد كده الدنيا اتغيرت يا ابو الشباب، امريكا بقت مذهولة مش عارفة ايه اللي بيحصل. الروس بدأوا يمروا من المضائق المائية التركية بكل امان ومش خايفين من حاجة. واحد يقول لي يعني هم كانوا من قبل خايفين، اقول لك من الناحية المدنية مش خايفين، يعني ممكن يطلعوا سلع ويدخلوا سلع من قبل، لكن لما تحصل حرب مفيش اتفاقات ولا في معاهدات، وكل واحد بيقدر يعمل كل اللي هو عايزه وعايز يعمل كل اللي هو عايزه عشان ينتصر بأي شكل، عايز يحقق نصر بأي طريقة. فالوضع ده كان بيخوف الروس، لأن هم بيفكروا على طول إن أول حاجة هتعملها أمريكا إن هي هتخلي الجيش التركي اللي هو كان عمل الانقلاب وفشل، يعني الجيش التركي النصيري، يعني الجيش التركي اللي كان بيخون تركيا لصالح الأمريكان. فتركيا كانت عارفة إن الجيش ده، فروسيا كانت عارفة إن الجيش ده هيخون تركيا وهيخون المصالح الأساسية لتركيا، وهينفذ المصالح الاستراتيجية لأمريكا وبالمجان، وهيغلق المضائق المائية في وجه السفن الحربية الروسية، وبالتالي مش هيقدر يخرج عند الحرب. وهم كانوا عارفين الحكاية دي كويس، ففضلوا خايفين من الموضوع ده لحد ما فشل الانقلاب العسكري، اتكسرت اليد العسكرية الأمريكية اللي هي كانت متمثلة في الجيش التركي اللي اردوغان اعتقلهم، اللي هم الخونة، اعتقل حوالي 150 ألف أو 200 ألف وشوية، أفرج عن ناس كتير اللي هو ما سبتش عليهم حاجة. وبعد كده بقى اللي هم مدنيين مازالوا في السجون الوقتي، وأردوغان بيلمح لعودة عقوبة الإعدام عشان عايز يتخلص منهم. مش موضوعي ده الوقتي، اللي أنا عايز أبينه لك إن الجيش ده كان بيدي خدمات استراتيجية لأمريكا بقوة، وكان حابس الروس، والروس ما كانش يقدر يطلعوا في ليبيا زي ما طلعوا بعد كده. المهم بعد كده إيه اللي حاصل، وكان إيه الوضع قبل الانقلاب. الوضع قبل الانقلاب يا ابو الشباب، كانت ايطاليا ليها قوات في ليبيا، قوات عين عينك، وفرنسا ليها قوات في ليبيا نفس الشيء. وليبيا منقسمة الى شرق وغرب وفوضى عارمة، والثوار مش عارفين، يعني ما عندهمش ادراك سياسي ومش عارفين يلموا بعضيهم، والسلاح بتاعهم قديم، وصراع الداخلية، كانت الدنيا خربانة. ايه اللي حصل، راحت تركيا عملت ايه مع الحكومة اللي هي بتاع الصخيرات اللي هي مشيت خلاص، الاتراك عملوا معهم ايه، معاهدة دفاع مشترك او معاهدة عسكرية يعني، واتفاقيات وتبادلات عسكرية وكده. امريكا وفرنسا اتجننوا، الاتراك مش سائلين في حاجة. فالخلاصة بدأت ليبيا تستقر، وبدأت الادارة السياسية تفهم، وبدأت ليبيا يبقى ليها جهاز مخابرات يتصل بقادة القبائل ويفهمهم الوضع كل ده من تحت لتحت، يتصل بالشخصيات المهمة ويفهمهم الوضع، يتصل بالشخصيات المخلصة اللي هو عنده ما عندوش صورة صحيحة يفهم الوضع، وفي نفس الوقت يجمع معلومات عن الشخصيات الخبيثة ويستعد ايه للمعركة. ده اللي حصل يا ابو الشباب، وكان مستمر في الموضوع ده. في الوقت ده كان حفتر تحت السيطرة الغربية، سواء كانت أمريكية وكانت الإمارات هي اللي بتدعمه وهي اللي بتديله المسيرات وهي اللي بتجيب له المرتزقة من إفريقيا وهي اللي بتعمل له كل حاجة. ولما أقولك الإمارات بتعمل الحاجات دي، تعرف إن هي مجرد عسكري في المخابرات الأمريكية، يعني بتعمل الحاجات دي بأمر أمريكي وكده،
وأمريكا كان مازال عندها أمل إن هي تاخد ليبيا كلها، وكانت عايزة السيسي يغزو ليبيا، وكانت عندهم قصة حزينة. فالخلاصة اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن بعد ما الأتراك تمركزوا وعملوا معاهدات مع الغرب الليبي، جاء بعد كده الروس ضمنوا الوصول إلى الشرق الليبي بسهولة، عندهم أسطول عسكري قوي، عندهم تقنية عسكرية عالية، يقدروا يعملوا حاجات كتير، بقوا يوصلوا للشط الليبي في الشرق بكل أريحية، وبدأوا يتفاهموا مع حفتر، خاصة ان هو من إرث القذافي وكان ولائهم للاتحاد السوفيتي وقصص حزينة سابقة. واحد يقول لي حفتر ده عنده جنسية أمريكية، قول لك ولا كل الكلام ده تلتفت ليه، لان هم الامريكان لاحقا غدروا بيه كمان وكده. انا حبيت بس ادي لك الصورة اللي ايه، انك انت تفهم ايه اللي كان حاصل. الخلاصة حفتر وعقيلة بتاع المواشي انقلبوا على مين؟ انقلبوا على الغرب، لان هم لقيوا الروس بيدعمهم. وساعتها انا قلت لكم حفتر هينقلب على الغرب وبعض الاخوة، بعض الاخوة يعني ما كانش مستصيغ هذا الكلام. الحمد لله انقلب على الغرب وبقى ولاءه لمن؟ بقى ولاءه للروس. وبعد كده القوات الفرنسية والإيطالية هناك لقيوا ان هم هيبقوا في مهب الريح، وكل شوية هيتضربوا، وكل شوية هتحصل عليهم عمليات، ومش عارف مين اللي بيضرب، وحتى لو ردوا على النيران مش يعني هيبقى وجع دماغ، مش هيعرفوا يصرخوا وكذا. راحوا يعني قلصوا وجودهم في الشرق الليبي بنسبة كبيرة جدا، مش عارفين يعملوا اي مذكرات تفاهم مع الغرب الليبي. وبكده ليبيا فلتت من انياب الصهاينة، اصبح لا امريكا ليها حد في ليبيا لا في الشرق ولا في الغرب. فرنسا نفس الشيء، ايطاليا نفس الشيء. الموضوع ما سكتش على كده، الموضوع كمان بدأ ان الروس دخلوا على المستعمرات الفرنسية في العمق الافريقي، يخربوها تخريب كبير. وطبعا انتوا اكيد سمعتوا عن مالي والنيجر وغيرهم وغيرهم وغيرهم. طبعا الحالة دي تخلت هناك تضرر كبير، يعني امريكا متضررة جدا. انا مش بقولك هم عندهم حق ولا ما عندهمش حق، انا بقولك من وجهة نظرهم هم بيخسروا اطماعهم، بيخسروا الجشع بتاعهم، هم بيعتبروا نفسهم متضررين باختصار. فاصبحوا ان هم متضررين من وجهة نظرهم على الاقل خالص. فامريكا مش هتقدر لا تنهب بترول ولا هتقدر تعمل تمركز عسكري، وفرنسا مش هتقدر تاخد بترول ولا هتقدر تعمل تمركز عسكري، وايطاليا نفس الشيء. المشكلة الكبيرة كمان بقى بالنسبة لفرنسا انها بتخسر المستعمرات بتاعتها داخل افريقيا لصالح روسيا، ودي كمان كارثة. فخلاصة الموضوع بقت هناك مشاكل جامدة. والوقت اعتقد ان هم الذئاب الغربية، يعني امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، الثلاثة دول بدأوا ان هم يوصلوا الى تفاهم معين. ايه هو التفاهم ده؟ هقول لك عليه، بس قبل ما اقول لك عليه يا ابو الابطال، عايز اربط لك الموضوع ده باحداث اوكرانيا عشان تفهم ليه هم الضغط عليهم ووصلوا الى هذا التفاهم رغم انفهم. ليه فرنسا اتنزلت عن جزء كبير من مطالبها؟ ليه امريكا اتنزلت عن جزء كبير من مطالبها؟ ليه ايطاليا تتنازل عن جزء من مطالبها؟ باختصار امريكا هي فضلت ان هي تقدم تنازلات لايطاليا وفرنسا بدلا من ان هي تقدم تنازلات للاتراك، وتسيب المنطقة في يد ايطاليا وفرنسا افضل لها 1000 مرة من ان هي تسيبها في يد الاتراك، وهم عارفين كده كويس. طبعا لو المخطط نجح هيسيبوها، وهيبقى في تفاهم امريكي فرنسي ايطالي وطبعا بريطاني، ويفضلوا مسيطرين على الموضوع ده. انا ما اعتقدش الفكرة هتنجح، بس خليني اقولك على الصورة الكاملة لهذا التصور وهذا التفاهم اللي ممكن يكون حصل بينهم، هقولك عليه في اخر الفيديو. لكن الوقت عايز انتقل بقى الى التطورات بتاع اوكرانيا. فالتطورات في اوكرانيا في حقيقة الامر هي اللي ادت الى ان امريكا تقدم تنازلات، وكل بلد في اوروبا تقدم تنازلات عشان يبقوا على عرش العالم. هل الموضوع ده هينجح ولا لا؟ برضو هقولك في اخر الفيديو. لكن الوقت عايز اقولك على الوضع في اوكرانيا اللي هو ادى الى هذه التفاقمات الجديدة. الوضع في اوكرانيا ان بوتين ما بيتهزمش زي ما الغرب كان يعني بيشيع الكلام دوت،
وان العقوبات بتاعت الغرب على روسيا ما اثرتش بسبب الدعم الصيني، وكل ما روسيا تفقد اي فلوس هي كانت بتبيع بيها بترول او غاز بتيجي الصين بتشتري منها البترول والغاز وبالسعر العالمي كمان زي ما قلت لكم قبل كده. فالعقوبات اصبحت مش مؤثرة على روسيا، لكن ردة الفعل على العقوبات هذه او ردة فعل هذه العقوبات على الغرب بقى خلت يعني يحصل هناك تمزقات في الغرب. ازاي الكلام ده؟ في ضربتين اساسيتين ضربوا في الغرب وبدأوا يصرخوا منهم، وبدأ الحلف الغربي سواء كان الناتو او غيره يعني الاتحاد الاوروبي والناتو كل العالم دي بدأوا يعني يتململون، وبدأت الخلافات تدب بينهم بسبب ايه؟ بسبب ضربتين في منتهى الأهمية. الضربة الأولى هي إن هم مش عايزين يشتروا طاقة من روسيا، وفي بقى مشكلة كمان لا تقل كارثة عن هذه الكارثة، هي مشكلة التضخم. يعني إيه التضخم؟ يعني الأسعار تطلع. خليني حتة الطاقة بتاع روسيا دي أوسع لك فيها شوية. جات لهم فكرة يا سيدي، قال لك إحنا بنتواضع ونشتري طاقة من روسيا. طيب وبعدين يا عم الحاج فين الفلوس؟ قالك لا احنا هنشتري، والفلوس دي احنا هنديلكم فلوسكم، بس هنفتح صندوق في اوروبا او في امريكا، والصندوق ده كل اللي هناخد منه بترول هنحطه في الصندوق دوت الى ما تنتهي المشكلة، ولما تنتهي المشكلة تاخدوا الفلوس بتاعتهم. يعني بيقولوا روسيا بعد ما المشكلة تنتهي تاخدوا الفلوس بتاعتكم، يعني عايزين ياخدوا البترول الروسي والغاز الروسي وما يدفعوش فلوس، ويشيلوا الفلوس في صندوق في البنوك بتاعتهم. هو ممكن يعني واحد حمار يصدق الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ ما بوتين شايف قدام عينه انكم انتوا عمالين تطاردوا الأوليغارشية الروسية وسرقتم اموال افراد ملهاش علاقة بالمعركة، وبعد كده رحتوا جمدتوا الارصدة الروسية، وبعد كده رحتوا مش عارف طلطوهم من نظام مش عارف ايه بتاع الدفع. يعني مستحيل حد يثق فيكم. انتوا ان كنتوا انتوا يعني سرقتوه فعلا، ضربتوه في نص تريليون او اكتر شوية، هو والعصابة بتاعته ضربتوهم يمكن في 600 مليار او ممكن اكتر من كده شوية، وبعد كده جايين عايزينه يديلكم الغاز ويديلكم البترول، وبعد كده ما ياخدش فلوس، وبعد كده في الاخر تقول له ما الفلوس دي هتبقى مجمدة برضو عشان الخراب اللي انت عملته في اوكرانيا، وهنصرف على اعمار اوكرانيا، ويجي يصرف على اعمار اوكرانيا الحاجة اللي تتعمل بدولار يحسبوها بدون مبالغة بسبعين تمانين مية دولار، والشركات بتاعتهم هي اللي تنفذ وياخدوا الفلوس. طبعا بوتين مش اهبل عشان يعملوا حاجة زي كده. فطبعا بوتين رفض كل الحلول دي وراح مزود عليها كارثة كمان، قال لهم انا بعد كده الدول غير الصديقة مش هبيع لهم البترول الا بالروبل الروسي. عايز تشتري بالروبل الروسي هبيع لك، مش عايز تشتري بالروبل الروسي مع الف سلامة. وفي كمان كلام حول ان بوتين عايز يربط الروبل الروسي بالذهب، وده بيعبر عن قوة الاقتصاد بتاعته. طبعا الذهب اللي هو سرقه من السودان، وطبعا هو كان عنده ذهب بس سرق كميات، سرق يجي 200-300 طن من السودان في الفترة اللي فاتت. ده برضو مش موضوعي، بس انا حبيت ابين لك الغرب بيفكر ازاي. طبعا بوتين رفض الموضوع دوت بشكل قاطع، فاصبح الوقت في اوروبا مشكلة الطاقة مشكلة خطيرة جدا وبتضرب بيهم، والشتاء هتيجي بعد مثلا كام شهر، والشتاء لما تخش الدنيا هتتأزم اكتر، يعني الاسعار تطلع. يعني الحاجة اللي انت بتشتريها بدولار النهاردة تحتاج تشتريها بكرة بدولار ونص او دولار وربع حسب حجم التضخم بقى وكده. فطبعا في اوروبا مشاكل بدأت تحصل على الموضوع ده، والتضخم ده خطرته في ايه؟ خطرته ان هو مش بيضرب الدول الفقيرة بتاع الناتو زي بولندا وليتوانيا ومش عارف مين دول وخلاص، لا ده بيضرب الدول الكبيرة. يعني امريكا نفسها بتعاني من التضخم وغلاء الاسعار بشكل كبير، في بريطانيا شرحه، في المانيا شرحه، في فرنسا شرحه، في ايطاليا شرحه. فهم مش مستعدين لما تيجي الشتاء وتيجي الشعوب تثور عليهم وتحصل ثورات عليهم وكذا، هم بينظروا للمستقبل. فالوقت الذئاب بتوع اوروبا او الذئاب بتوع الناتو
بريطانيا وامريكا وفرنسا وايطاليا نظروا نظره بعيده وقال لك لا خلينا نلحق نحل المشكله من الان لان الوقت ضيق جدا امامهم. يعني احنا في شهر 7 قدامهم على الشتاء هنا تخش في اوروبا مثلا في شهر 11 ولا كده، فطبعا الموضوع قدامه مثلا 3 4 شهور فالوقت ضيق جدا. طيب هيحلوا المساله دي بقى على حساب مين؟ هيحلوها على حساب ليبيا. وزي ما قلت لك كده ان امريكا تفضل ان هي تقدم تنازلات لفرنسا وايطاليا لان هم اصحاب المواقع الاستراتيجية القريبة ويقدروا يعملوا دعم لوجستي سريع ويقدروا يضمنوا خطوط الامداد ويعملوا تمركز عسكري جيد، يعني باختصار بيحضروا لحرب ضخمة. يعني باختصار شديد جدا الحرب في روسيا وجعت الغرب اكتر من الروس، بالذات الرئيس البيلاروسي كمان، ودي حاجة عايز اضيفها لك، اسمه لوكشانكو ولا كافاشينكو مش عارف اسمه ايه، فده باختصار بيرمي بلاه هو كمان. يعني ايه بيرمي بلاه هو كمان؟ بيرمي بلاه يعني بيكذب على الغرب وبيكذب على الاوكرانيين، وطبعا ادام بيكذب عليهم تعرف ان الكذب بتاعه بامر بوتين، ده ما يقدرش يعمل حاجة الا بامر بوتين، ده في المنطقة علاقته ببوتين زي علاقة السيسي بأمريكا كده، اعمل يعمل، قوم قوم، اقعد اقعد، اوعى تخش الحمام غير ما تدينا خبر الأول، يعني كلب مطيع بمعنى الكلمة. فده هو الرئيس البيلاروسي، فده قال ان اوكرانيا قصفت مناطق عسكرية عندنا. طبعا اوكرانيا مش هبلة ان هي تعمل حاجة زي كده، وانا اقول لك ممكن اوكرانيا تكون بتصعد في المعركة، يعني في الوضع اللي هي فيه ده انا مش مقتنع، لكن الاخطر مش كده، الاخطر ان هو قال ان هناك طائرات لحلف الناتو بتعمل رحلات وبتعمل تدريبات نووية قريبة على الحدود بتاعتنا، وده بقى الكذب ثم الكذب ثم ألف كذب. ليه بقى؟ لأنه النووي ده في طيران وفي مراقبات شديدة من الروس ومن الغرب، وبيبقى معروف النووي ده بيخترب ولا ما بيخطربش، يعني مسألة استخفاف للناس. موضوع ان كده مثلا طيارة تشيل قنبلة نووية وتيجي تلاقيها قريب على حدودك، ده هبل هبل بمعنى الكلمة، ده في أجهزة حديثة وأجهزة حساسة ومراقبات وأقمار صناعية واستشعار عن بعد وطائرات مش عارف ايه، في أمور كثير. فطبعا لو فرضنا ان هو صادق كانوا ممكن يقربوا وكانوا ضربوه هو وبوتين مع بعضهم. طبعا الكلام ده كذب 100%، ما عنديش ولا 1% انه يكون صدق حتى، لكن انا هقول لك الراجل ده بيكذب ليه. الراجل ده بيكذب بامر بوتين. طب بيكذب بامر بوتين ليه؟ لان بوتين راح عامل ردة الفعل اللي بعديها وراح قال ان هو هينشر في بيلاروسيا الصواريخ، ايه الصواريخ؟ اسمها الكسندر اعتقد، صواريخ فرط صوتية وكده، صواريخ قدرة على حمل رؤوس نووية. يعني باختصار واضح ان في غرف المخابرات المظلمة ان بوتين هدد الغرب وقال لهم هنشر صواريخ نووية في بيلاروسيا وهضربكم عند اللزوم، امريكا مش هتنفعكم. يعني واضح ان التهديدات وصلت الى حد ليس بالقليل، وواضح انه بوتين بيصعد، وده كمان بيشقق الحلف في ايه؟ في حلف الناتو، بيشقق الحلف الغربي عموما. فخلاصة المسألة الغرب عندهم الوقت خيارين، يكملوا في اوكرانيا وبعد كده يحصل تشققات وتيجي المانيا تقول لك انا ماليش دعوة مش هكمل، وبعد شوية وقبليها فعلا كم دولة كده قالوا احنا بالنسبة لموضوع الطاقة مش هنخش فيه ومش هنعمل عقوبات على الطاقة، وراحوا عملوا فعلا حسابات واشتروا بالروبل وكده. يعني التشقق بيزيد، مش هو هيبدأ، لا هو بيزيد في الحقيقة. فطبعا بدل ما التشقق الغربي يزيد وامريكا بتشوف الوقت الغرب الاوروبي اللي هو الحليف الاستراتيجي بتاعها من زمان، ممكن دخل على اكتر من 100 سنة الوقت الحليف الاستراتيجي بتاعها دوت، تيجي تلاقيه ان هو بينفلت منها، فتبدأ تفكر تقولك لا طب خلينا بقى سيبنا من الحتة دي، لان الحتة دي تمركزات عسكرية رهيبة وكلها يعني في نهاية المطاف فيها ان هي بتهدد امن الحلفاء، والحلفاء مش هيسكتوا كده، تقولك خليني الحرب الاوكرانية دي ابردها
او حتى اغلقها وانهيها وانهي الحرب الاوكرانية دي. طبعا لما يحبوا ينهي الحرب الاوكرانية دي منتهى البساطة ازاي هيقولوا لزيلينسكي روح اتفاهم مع بوتين واقبل الشروط الروسية، ده اللي هيقولوه في السر في غرف المخابرات المظلمة. لكن في العلن ايه اللي هيحصل؟ في العلن هيجي الغرب يلوم زيلينسكي ويقول له انت خزلتنا وليه انت تراجعت بالشكل دوت، وبعدين هو يطلع البطل ان هو بيدور على شعبه بعد ما خرب اوكرانيا الخراب المستعجل ده يطلعوه بطل. ما هو الاعلام بيعمي الناس يا جماعة، فهيخلوا زيلينسكي هو يعني اللي طلب وهو اللي تنازل لروسيا عشان حقن الدماء والكلمتين اللي هم بيقولوهم كل مرة ديت وكده، ويدوا لزيلينسكي جايزة نوبل للسلام، وهم يقولك احنا ما نقدرش نكمل الحرب لانه احنا بنحترم سيادة اوكرانيا، وهم اللي بيأمروا زيلينسكي، وزيلينسكي عند الغرب زي السيسي عند الغرب بالظبط، اعمل ياد بيعمل ياد، نام ياد نام ياد، حارب ياد يا حارب ياد اعمل، بس قدام الناس بيقولك لا دي بلد لها سيادة. ما هم بيقولوا على السيسي كده، تتصور ان هم بيقولوا على مصر ان هي بلد لها سيادة وانه السيسي ده بياخد القرارات دي من دماغه والامور ديت، وهي كلها اوامر صهيونية بتيجي ولا يقدر ان هو يخالفها ولا واحد انش. ارجع بقى للتفاهم الفرنسي الايطالي الامريكي البريطاني اللي انا بقول لك غالبا ده عملوه الوقتي، لان هم الوقتي بيقعوا في مشاكل اكبر من بعضيها. فالوقتي امريكا تقول لك طيب ايه اللي يخليني انا اقدم تنازلات للاتراك، والاتراك عمالين يضربوني في الروس ويضربوا الروس بيا ويخلونا نضرب في بعضينا وكده، ايه اللي يخليني انا اعتمد على تركيا؟ طيب ما انا اعتمد على فرنسا وايطاليا، من حيث المبدأ هم اقوى من تركيا من وجهة نظر الامريكان، ومن ناحية تانية هم يعني عندهم عداء شديد للعرب وللدين وللإسلام ولكل شيء، يعني متفقين في الناحية الأيديولوجية وكمان متفقين في إبادة الناس، يعني عندهم أهداف مشتركة في حاجات كتير أكتر من الأهداف المشتركة اللي هي بين الأتراك وبين الروس، هكذا يفكر الأمريكان. فالوقت اللي هيحصل إيه؟ الأمور اللي فرنسا وإيطاليا كانوا طالبينها من أمريكا زمان قبل 2016، يعني بعد القضاء على القذافي، الأمور اللي كانوا طالبينها وأمريكا كانت رفضاها، الوقت أمريكا هتضطر إن هي تقدمها. طيب أمريكا هتكسب إيه وفرنسا هتكسب إيه وإيطاليا هتكسب إيه؟ أبدأ بإيطاليا لأن دي سريعة. إيطاليا هتضمن الطاقة بتاعتها وهيدوها حتى من ليبيا وهيدوها بترول يعني تقريبا ببلاش وغاز تقريبا ببلاش، يعني هيظبطوها من الناحية دي. طيب فرنسا هتكسب إيه؟ فرنسا هتكسب إن لما روسيا تتكسر في ليبيا أول حاجة كل المستعمرات الفرنسية اللي راحت هترجع، والمستعمرات اللي لسه ما راحتش فرنسا هتثبت فيها لو نجحوا في ان هم يكسروا الروس من ايه؟ من الشرق الليبي، وكمان السودان هتبقى ضاعت في الحقيقة او هتبقى قربت تضيع على الاقل خالص. وبعد كده طبعا ده لو ده حصل، يعني لو المخطط الامريكي الايطالي البريطاني الفرنسي نجح، ده هيدي كمان عمر طويل اكتر من كده النظام السيسي. وانا قلت لكم قبل كده السيسي هيمشي شاء ام ابى، لكن لو تغيرت الظروف العالمية كل ما تتغير ويستفيد منها كل ما هيبقى، لان هم مش هيلاقوا مجرم احسن من كده يسمع كلامهم. اضف الى ذلك ان هترجع فرنسا تسيطر على الجزائر مرة تانية، وممكن كمان امريكا تديها فوق البيعة المغرب، ما احنا بيدبحونا يا جماعة، وهتحتفظ بتونس وهترجع حكومات ديكتاتورية أسوأ من الأول 20,000 مرة، ويمكن يعملوا إبادة جماعية لو إن هم نجحوا في المخطط بتاعهم. فدي الخطة الأمريكية الغربية البديلة اللي هم عايزين يعملوها. طبعا الأتراك مش هيسكتوا، وطبعا كمان الروس مش هيسكتوا، والروس كمان هيعملوا ايه بقى والاتراك هيعملوا ايه؟ انا ارجح ان الاتراك من حيث المبدأ هيقفوا على الحياد، ولكن الروس هيعملوا شغل جامد. ايه اللي هيحصل؟ الروس هيهددوا الامريكان بكل صراحة وبكل وضوح،
هيقول له أول حاجة مش هنسكت لك هنا، وعندنا القدرة العسكرية إن احنا نوصل لك ونضربك، وتركيا مش هتقفل علينا المضائق المائية، وهنعدي بكل سهولة، وهنضرب بالنووي وهنحرق الدنيا ويروح ما بعدك روح. والموضوع ده مش هيسكت على كده بقى، ايه اللي هيحصل تاني؟ اللي هيحصل ان روسيا هتأمر ايران بضرب الخليج يا ابو الابطال. يعني هو الحوثي بيجي يضرب شوية طيران مسير ما يسواش تلات تعريفة البترول بيطلع، فما بالك بقى لما ايران بالقوة الصاروخية اللي روسيا هتديها لها، وهي عندها الوقت قوة صاروخية في الحقيقة، وتيجي مثلا تضرب الاسطول الخامس في الخليج العربي، وتبدأ تضرب بعض المدن الخليجية، او تجبرها على تقليص البترول. يعني تقول للامارات دي انت بتنتجي 6-7 مليون برميل بترول، لا انتجي 2 بس عشان عايزين نخنق الغرب، وانت يا سعودية بتنتجي 12، تنتجي 6 بس عشان عايزين نخنق الغرب. في الحالة دي برميل البترول هيطلع بشكل جنوني، يعني هيفوق $1000 في الحالة دي، وما ببالغش على فكرة. المعارك في الحالة دي هتكون شرسة جدا في بحر ايجا بالذات، لان اعتقد ان الروس هيركزوا على القصف الصاروخي، ويمكن كمان يضربوا يعني قنابل نووية تكتيكية في الحتة دي. ما هو دي الضربة الروسية اللي هي بترعب الغرب، واللي هي بتجنن الغرب. لكن ممكن هم يراهنوا على ان روسيا مش هتضرب قنابل نووية تكتيكية في الحتة دي، عشان الغبار النووي ما يروحش على تركيا. يقول لك لو ضربوها والغبار النووي راح على تركيا هتحصل مشكلة بين تركيا وروسيا، وده اللي احنا عايزينه. ولو ما ضربوهاش يبقى احنا ده برضو اللي احنا عايزينه. لكن كمان الروس هيطلعوا بسلاح الجو اللي عندهم من سوريا، وهيطلعوا بضربات صاروخية من هنا، والاسطول بتاعهم ماشي رايح جاي وكده، يعني مش هيسكتوا. هتبقى حرب شرسة، هتبقى حرب اقليمية كبرى او حرب عالمية مصغرة. ده لو امريكا نقلت الحرب في المنطقة دي كمحاولة اخيرة. يعني ممكن كل الموضوع ده ما ينجحش، وانا ارجح من وجهة نظري ان هو مش هينجح. مش مسألة هوى ولا كده، لأ، لأن هي مسألة أمن قومي بالنسبة للروس، والأمن القومي بالنسبة للروس هو أمن قومي بالنسبة للصين كمان. يعني كارثة، يعني روسيا مستحيل تقبل الهزيمة، والصين مستحيل تقبل الهزيمة. يعني الموضوع حاجة من اتنين، يا إما المكر الأمريكي ينتهي بحرب إقليمية شوية كده، أو ممكن إن هم يلاقوا تصدي كبير للروس وللصينيين، ويلاقوا إن الأتراك كمان مش موافقين ومش عايزين حرب على الأبواب بتاعتهم وكده، ويلاقوا الأمور دخلت بالشكل ده، ويلاقوا كمان الأتراك هيهددوا، هيقول الحرب هتضر بالأمن القومي بتاعنا وإحنا مش عايزين حرب، والطرف اللي هيبدأ الحرب إحنا هنروح ضده مع الطرف الثاني. فطبعا دي كمان الموقع الجيوسياسي التركي هيبقى مهم جدا في الموضوع ده، وهيضعف الموقف الأوروبي وكده. فخلاصة الموضوع هتبقى حرب شرسة جدا. أضف إلى ذلك كمان أن التركيز الروسي هيكون على غلق قناة السويس. طب عايزين يغلقوا قناة السويس ليه؟ عشان مفيش أي إمدادات أمريكية تقدر توصل لمنطقة الخليج، وده مفيش إمكانيات وصلت هناك. خلي الحرب بقى تقعد، وخلي برميل البترول يوصل $1000، والاسطول الخامس الامريكي المرابط في الخليج مش هيجيله امداد، هيبقى قدامه اما ان هو ينسحب او يغرق. وانا اعتقد ان المخابرات الروسية مش هتخليه ينسحب، مش هتخليه ينسحب، هتغرقه. وبعد ما تغرقه هتقول ده اللي غرقوا الايرانيين، لا ده اللي غرقوا القطريين، لا ده اللي غرقوا اللي مش عارف مين، ده اللي غرقوا عصابات ده مش عارف مين، ويضيعوا لك الموضوع بالشكل ده. بس هتكون كارثة بمعنى الكلمة لو الموضوع حصل لهذه الدرجة. هو الوقت الرهان الامريكي على الداخل الليبي. يعني امريكا فعلا عايزة تعمل ثورة جوه ليبيا، عايزة تعين كل العالم اللي هم موالين لتركيا، وكل العالم كمان اللي موالين لحفتر اللي هم موالين لروسيا، وتجيب ناس جديدة موالية ليهم هم. عشان كده تلاقي المشري
متغير، تلاقي بشغة اتغير من فترة. وانا قلت لكم الراجل ده كان مخلص، ايه اللي خلاه اتغير بالشكل ده؟ الراجل ده اتهبل ولا في عمل مخابراتي احنا مش فاهمينه؟ انا دلوقتي بدأت اقتنع ان هذا الرجل تغير، وتغير باغراءات امريكية، وبقى متهيأله ان هو هيبقى رئيس ليبيا وكده، واغروه، وفي شغل بقى من تحت، وتلقاه عنده اتصال بقبائل ومش عارف ايه. عشان كده انت شفته مرة كان مع حكومة الصخيرات، وفجأة يروح على هناك على خليفة حفتر، ما يعملوش حاجة هناك وكده. يعني الدنيا ماشية مؤامرات وتغبيط في بعضيها يا جماعة في ليبيا. والوضع ايه بقى اللي هيكون؟ انا ما اتوقع انها تحصل صراع كبير في ليبيا. انا اتوقع شغل المخابرات الليبية بقى هيشتغل. المخابرات الليبية شغلها هيشتغل في ايه؟ هتبدأ تتواصل مع الجماعة بتوع المظاهرات دول، وتبدأ تفهمهم الأوضاع والأحوال. وبعد كده العلاج جوه ليبيا أصلا مش هيبقى عويص. العلاج جوه ليبيا إن روسيا هتدي أوامر لحفتر، تقول له افتح البترول شوية، بيع مثلا 1,000,000 برميل كل يوم ولا كده. والمليون برميل ده صح هينزل السعر العالمي شوية، بس مش مشكلة. إنما 1,000,000 برميل ده يعني هيجيب قديه؟ هيجيب 100,000,000 دولار كل يوم لليبيا. ويقولوا الحفتر وزع الفلوس هناك، وخلوا الناس تشوف مصالحها وكده، عشان خاطر الشعب ما يعملش علينا ثورة وكده. لان الشعب في الحقيقة هو يعني الشعب الغالبية العظمى منه بتثور وفعلا بتنتفض. امتى؟ لما تيجي تلاقي بقى مفيش كهرباء، والطرق خربانة، ومفيش امان، ومفيش مش عارف ايه، والدنيا خربانة وكذا مش عارف ايه، بيوصلوا مرحلة بقى يقول لك خلاص. وبعدين الشعب في ليبيا مش زي الشعب في مصر. الشعب في مصر شعب غير مسلح، وبعدين مفيش ترابط بينه وبين بعضيه، وبعدين مفيش تواصل. الحاجات دي متحققة في الشعب الليبي. يعني الشعب الليبي مسلح، وبعدين في ترابط من جوه، وبعدين في تواصل، وفي بقى المخابرات بتنصح وبتوجه وبتعمل وبتشيل وبتحط. يعني في شغل جامد جوه، مش زي مصر. الحالة في مصر شعب أعزل، وحكومة مفترية بتقوم بدور كلاب الحراسة، بتضرب الشعب وتنهبه وتسرقه وتخطفه وتغلي عليه الأسعار، ويقف مش قادر يعمل حاجة. مش مسألة جبنة يا جماعة ولا حاجة، لكن هو المسألة كده. انت لما يطلعوا عليك 5-6 مسلحين هتعمل لهم ايه؟ مش هتقدر تعمل لهم حاجة طبعا. اعتقد المخابرات الروسية والمخابرات التركية والمخابرات الليبية هيبدأوا يعالجوا المظاهرات ديت اللي هي قوية جدا. هيبدأوا يعالجوها بالحكمة، مش لان الروس بيحبونا ولا كده. الروس لو طالوا ان هم يعملوا زي امريكا فينا مش هيرحمونا، لكن هم مش عايزين امريكا تستعمل الشعب في ان هي تروح الشعب يروح يضرب لها 66 وبعد كده تيجي هي تاخد الثمرة. روسيا مش عايزة الموضوع ده. روسيا اصلا مش عايزة اي ثمرة تروح ناحية الغرب، فهتقدم تنازلات من هذا الباب. والتنازلات بتاعتها دي مش هتأثر عليها كتير. ده هي هتقول لحفتر خلي بس 1,000,000 برميل يتباع كل يوم ولا حاجة، هتجيله الأوامر بكده، والمشكلة هتبقى يعني هتهدى. ما تحلتش على الأقل خالص، إيه هتهدى. المخابرات التركية كمان مش عايزة أمريكا تتمكن وتتحكم في ليبيا، لأن اللي بعديها أو أثناءها حتى هيخلوا السيسي يغزو ليبيا، وبعد ما السيسي يغزو ليبيا هيخش بالجنود المصريين الغلابة اللي هم مجندين. انا طبعا ما بقولش على الجيش غلابة، ده الجيش مرتزقة وصهاينة وسفحين وعملوا جرائم حرب ولا اثق فيهم ابدا. لكن هو السيسي مش هيجيب لك الناس دي، السيسي هيجيب لك ولاد الغلابة، ويمكن يعمل لك تحميس كمان، ويروح جايب لك مقاومة شعبية، يعني العساكر في السلم بيسرقوا المدنيين وفي الحرب يحمسوهم ويرموهم لراحة المعركة زي ما قلت لكم قبل كده. ده الامور ايه اللي شغالة. فلو دي حصلت كارثة طبعا، لان امريكا هتتمكن اكتر، ونفوذها هيطول، ونفوذها مش هيبقى مرتبط بالرضا التركي. وفي الحالة ديت هتبدأ امريكا ان هي تفكر تسلم المنطقة لمين؟ لايطاليا ولفرنسا بالتفاهم. واعتقد هتسلمها لفرنسا اكتر. ليه بقى؟ لانها بتثق في فرنسا اكتر؟ لا، مش لانها بتثق في فرنسا اكتر، لانه فرنسا من ورا، من عند بحر المانشي بقى، ومن الغرب
من الشمال الغربي لفرنسا وكده، لو فرنسا غدرت ممكن بريطانيا وامريكا يعملوا لها مشاكل في المناطق ديت وكده، فهيبقى دي مقابل ديت. فطبعا ما اعتقدش انه، اعتقد هيكون الاعتماد على فرنسا اكثر شيء، واعتقد ان دي ده المخطط الامريكي. هل هينجح بقى؟ هو ده اخر سؤال هنتكلم فيه. السؤال الاخير، هل هينجح؟ اقول لك المخطط ده ما اعتقدش انه هو هينجح، لانه يرتكز في المقام الاول على ان هم يخلوا الشعب الليبي يثور زي ما خلوا الثورات العربية كده حصلت. يعني الشعب من حقه ان هو يثور ويطلب حقوقه وكده، لكن الصهاينة هيخلوك تثور وبعد كده مش هتاخد حقوقك، انت تثور وهم ياخدوا الثورة وياخدوا الثمرة بتاع الثورة. فايه اللي هيحصل؟ قلت لكم الناصح واجهزة المخابرات الليبية او جهاز المخابرات الليبي هينزل بقى بتعليمات تركية وبنصائح روسية صينية، وهينزل يتفاهم مع الشباب وكده، والشباب اصلا هيبدأ ما يثقش كمان في قادة القبائل بتوعه لما يجيله اخبار ان زعيم القبيلة بتاعك واخد له 5 مليون ولا خد له 3 مليون وكذا ومش عارفيه، ويجيبوا له ادلة وبراهين على كده. طبعا هتتفكك المسألة، مش القادة الخونة هيتكشفوا، مش عشان هم بيحبوا الليبيين، يعني اما روسيا او الصين يكشفوهم، مش بيكشفوهم عشان هم بيحبوا الليبيين، لكن بيكشفوهم عشان الشعب ما يثورش، لان في حالة ان الشعب ثار ونجح المخطط الامريكي هتحصل الكوارث اللي انا ايه حكيت لك عليها. فانا اعتقد الموضوع غالبا سيهدأ، ممكن ياخد له هوجة 2-3 أسبوع وكده، وبعد كده تلاقي الأحوال في ليبيا بدأت تهدأ، والأسعار والسلع بدأت تيجي، والخدمات الاجتماعية اتحسنت. أعتقد ده اللي هيحصل، وما اعتقدش ابدا ان الامريكان هينجحوا في المخطط بتاعهم. لكن ممكن امريكا تصعد الموضوع وتخلي السيسي يهاجم ليبيا فعلا، يعني ممكن توصل لحاجة زي كده، بالذات ان كان عندها الفترة اللي فاتت دي 2 سنين، يعني ممكن تكون الوقت امريكا ترسنت مصر سلاح وضرب الطيارين المصريين على F-16 الحديث والامور ديت، ممكن يكون عملوا حاجات زي كده. طبعا الفاغنر بتقنية عسكرية عالية هناك كمان وكده، وهيبقى صراع بين الدفاع الجوي وبين الهجوم وبين القوات الجوية وكده، هتبقى حرب تكنولوجية. ممكن كمان امريكا تفكر بهذه الطريقة، يعني ممكن لو الاحداث ما هدأتش في الايام القليلة اللي جاية، وامريكا قررت ان هي يعني تقوم الصراع الرهيب وان هي تعمل حرب اقليمية كبيرة بيد السيسي وكده، ممكن تحصل على فكرة، واحتمال مش قليل. يعني انا ادي لده مثلا 40%، وان الامور تهدأ اديها 60%، ولكن لو فرضنا ان السيسي بدأ يحارب والامور دي ودخل في الموضوع، وخاصة ان في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي من بتوع السيسي بيهدد وكده، فاعتقد لو فكر السيسي بالشكل ده، امريكا مش هتخسر ليبيا بس، امريكا هتخسر ليبيا وهتخسر مصر. بس امريكا في الاخر تقول لك ايه، طيب انا حتى لو خسرت ليبيا وخسرت مصر، ما انا كده خسرانة ليبيا، وكده كده في المستقبل القريب هخسر مصر، وبالتالي يعني التجربة لامريكا هي تعتبر تجربة مجانية. يعني عندنا مثل بيقولوا ضربوا الاعور اللي هو الشخص اللي فاقد عينه، نسأل الله السلامة لنا ولكم وله ولصالح المؤمنين، يقول لك ضربوا الاعور على عينه، فقال لهم ما هي خلاص يعني خسرانة، يعني عينه ريحة، فيعني عايز اقول لك الضربة مش هتأثر الا الوجع المعتاد وكده. فممكن امريكا من هذا الباب، والله اعلم، هنشوف الأحداث هتعمل إيه. وخلونا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.